ابنك يا ربيع؟ طب هو كان عمل ايه عشان تطرد؟ جالك قلب يا راجل تفرج عليه خلق الله اللي موجودين هناك؟ ده انا لو كان معايا سكينه كنت رشقتها في قلبه. في ايه يابا؟ هو عاطف عمل ايه عشان تزعل منه الزعل ده كله؟ اخوك عمل عامله ما يعملهاش غير الشيطان. بنت تغريد، نعم، في الزقوم يخش اوضتك وقفل على نفسك الباب. اخوك عمل عامله حكم الشرع فيها 100 جلده. اسمع كلام ابوك يلا. وإياك تتصنطي. وانا هتصنط ليه؟ الحكايه باينه من نفسها. بالهدى هو كده يا اخويا، وقول لي ايه اللي حصل. اقول لك ايه ولا ايه ولا ايه؟ لا حول ولا قوه الا بالله. جاني عند العربيه متاخر، قلت زي بعضه عشان ارجع البيت. وانا في نص السكه افتكرت 2 كيلو لحمه كنت شاريهم وحاططهم في العربيه من تحت، خفت لا يبوظوا لو قعدوا لحد الصبح. رجعت عشان اجيبهم، لقيته مش عند العربيه والعربيه لوحدها. قلت جايز في الخرابه بيفك حصر. فضلت مستني، الواد غاب. رحت الخرابه بنفسي عشان اشوفه، وشفت مصيبه يا سميحه. لقيت الواد مع بنت في الخرابه. استغفر الله، اعوذ بالله، انا عمري ما شفت في حياتي قرف بالشكل ده. خلاص خلاص اقفل يا ربيع اقفل. يبقى عندي حق اطرده ولا ما عنديش حق؟ وانت ما كنتش قادر تصر على ابنك وعلى الملعونه اللي معاه؟ ده كان لازم اضربه بالجزمه. وكمان ضربته بالجزمه؟ والملعونه اللي معاه كمان خدت لها كام جزمه. عرفتها؟ هربت زي السحليه مش عارف ازاي. منه لله ابنك، يا خساره تعب وشقايا والمصاريف اللي صرفتها عليه. انا من زمان قلبي كان حاسس ان الولد ده هيجلب عليا المصايب. منه لله. لطفك يا رب، اكيد عملنا حاجه في حياتنا خلتك تغضب علي الغضب ده كله. ترى انت فين يا عاطف يا ابني؟ سترك ورحمتك يا رب. طبعا سمعت بالخيبه الكبيره يا سي احمد. سمعت يا عم ربيع. الحمد لله ان عملت الصح. لا عم ربيع انت ما عملتش الصح. طب واللي عمله؟ يا عم ربيع انت جيت تطفيها وولعتها اكتر يا عم ربيع. ليه نسيت ان ربنا امر بالستر؟ ما تزعلش مني يا عم ربيع، انت اللي فتحت ابنك بنفسك. ده انت لميت عليه اللي يسوى اللي ما يسواش. ده الراجل بيقول لي اللي انت اديته بالجزمه. نسيت ان عاطف كلها سنتين ويخلص الجامعه بتاعته. عاطف كان عنده قيمه وانت ضيعتها وفي الاخر طردته. يعني بتسلمه من نار لنار. اصل العامله دي بتجيب الفقر والخراب. ربنا بيغفر يا عم ربيع، سيب ربنا هو اللي يحاسبه بنفسه. طلع نفسك انت من الموضوع ده نهائي. مش جاهز ربنا يغفر له؟ طب بذمتك انت وانت في سنه كده ما عملتش حاجه شبه اللي هو عملها؟ انا اعوذ بالله اعوذ بالله، وافضل اقولها لحد ريقي ما ينشف. خليه في الشوارع كام يوم يتربى علشان يعرف غلطته، وعشان الناس تعرف ان ما قصرتش في تربيته. وبعدين هو هيروح فين يعني؟ هو مصيره يرجع. الله اعلم يا عم ربيع. انت بتعمل ايه؟ اخرسي وغوري من وشي. يا عاطف اسمع بس، اللي انت بتعمله ده. غوري من وشي. امك طالعه على السلم. خشيها، انا مش عايز اشوف حد ومش عايز اسمع كلام من حد. ومين قال لك ان في حد عايز يتكلم معاك؟ اللي مش عايز يبقى منا احنا كمان مش عايزين يبقى منا. يا ماما استني بس، ده مهما كان عاطف ابنك. يوريني ان هو ابني بصحيح، يروح يرجع هدومه دي تاني ويبوس ايد ابوه ويطلب منه ان هو يسامحه ويرضى عنه. اذا كانت كده سهله، اسمع كلام امك يا عاطف. انا مش قلت لك اخرسي؟ مش عايزه تخرسي ليه؟ طب على الاقل عبر امك يا اخي ورد عليها. ارد عليها اقول لها ايه؟ اقول لها ان انا اتضربت بالجزمه على قفايا في الشارع وقدام الناس. اللي ضربك يبقى ابوك، والعامله السودا اللي انت عملتها تستاهل عليها 60 جزمه. دي اخر تربيتنا فيك، دي اخر سهر الليالي، دي اخر مره هتشوف فيها وشي. عودنا على الله فيك، ما جراش حاجه، في شباب زيك بيموتوا، اللي بيدوس ارض واللي بيغرق واللي بيطب ساكت وهو واقف على حيله كانك واحد منهم. الله عليه الأهوات، الله عليه الأهوات، عليه الأهوات، عليه الأهوات.
السلام عليكم. وعليكم السلام. ليكم جواب. كتر خيرك. مين يا تغريد؟ ده البوستاجي يا ماما. جواب من السعوديه. اخيرا افتكرتنا بجواب يتيم. شكرا. مين يا سميحه؟ افتكرتنا. دي نواره بعد الجواب. تو ما افتكرت. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مالكم ساهمين كده ليه؟ نورة بتقول إنها عايشة في هنا وسرور وإن معتمد بقى حاجة تانية خالص. وبعدين يا ماما دي خلفت، جابت واد، مش عاوز تفرحي ليه بقى؟ تغريد. نعم. هو كل حاجة في الجواب تشرح القلب الحزين، ما قلناش حاجة. بس أنت قلتي هي سامت ابنها إيه؟ عتبة. عتبة؟ عتبة باب دي ولا ايه؟ ساكت ليه يا ربيع؟ يمكن عتبة الخير يا سميحة. هو يعني من قلة الأسامي عشان سمي ابنها عتبة؟ فين أحمد ومحمد ومحمود ومصطفى والأسامي الحلوة اللي ما بتخلصش دي؟ اتجننت البنت دي عشان سمي ابنها عتبة؟ يبقى لازم أبوه اللي سماها. عندك حق، ما هو ناطع ويعملها. استنوا بس يا جماعة، أنا بتهيألي الواد ده ما اسموش عتبة. أمال هيكون اسمه ايه؟ عتبة. ايوه صح، عتبه مش عتبه. يا مثبت العقل والدين يا رب. طب عتبه دي وفاهمين معناها، عتبه دي بقى ايه؟ جايز اسم سعودي. هو خلاص معتمد بقى سعودي عشان يسمي زيهم؟ بنتي يا تغريد، انت عرفتي منين ان اسمه عتبه مش عتبه؟ من المسلسلات الدينيه يا ماما، هي اللي فيها عتبه وعقبه والحاجات دي كلها. جايز يا جماعه الواد يكونوا سموه حاجه تانية، وعتبه ده اسم الدلع. ده بنت فايق ورايق. تكونش يا راجل رجعت الافيون تاني؟ افيون ايه يا وليه اللي هرجع له تاني؟ انا مبطل الافيون بقالي 15 سنه. ايه اللي هرجع لي ليه تاني؟ وبعدين بنتك ما هي بتقول اهي عايشه في سعد وهنا ومبسوطه وعماله تتفسح هناك في الشوارع والنسواه وفي الجناين، وان جوزها اتبدل وبقى عالي العالي. صحيح يا جماعه، نسيت اقول لكم الملحوظه اللي هي كاتباها في اخر الجواب. قولي وخلصينا. بتقول يعني ان احنا لو كان عندنا تليفون في البيت زي كل الناس كان زمانها بتكلمنا كل يوم. ايوه يا ربيع، احنا ليه ما عندناش تليفون زي بقيه الخلق؟ علشان ملوش عازه عندنا يا سميحه. اهو بقى له عازه. وانا ما اقدرش اركب تليفون في بيت فيه بنتين عشان عيارهم يفلت. والله عندها حق، يعني لو كان عندنا تليفون مش كانت كلمتنا وعرفنا ابنها اسمه ايه؟ عتبه ولا عتبه ولا ايه بالظبط؟ كمان يمكن كان عاطف كلمنا بدل ما احنا مش عارفين عنه حاجه. هو يعني انا لو قدمت على التليفون دلوقتي هيجي لنا بعد كام سنه تكون هي رجعت بالسلامه؟ خلونا نشوف شغلنا احسن.